حاول يعدي. بقول لكم وهنا عندنا خد بالك علاء مسرحي عنده انذار. علاء مسرحي عنده، لا ما عندوش انذار علاء مسرحي، انذار فعلا فعلا علاء مسرحي. ده كان ايمن كعبي هو اللي عنده انذار، وهنا بقى علاء مسرحي بياخد طرد. علاء مسرحي بياخد طرد في الدقيقه 54، بياخد طرد علاء مسرحي في الوقت الحالي. طرد علاء مسرحي، بينال طرد بعد تدخل بقوه في اللقطه اللي فاتت، وطرد زي ما توقع زملائنا في الاستوديو التحليلي. طرد في الوقت الحالي لعلاء مسرحي في الدقيقه 54. الدرعيه هيلعب ناقص واحد. كان ايمن كعبي خد انذار في الدقيقه 29، ودلوقتي علاء مسرحي بياخد انذار في الدقيقه 54. بيغادر علاء مسرحي في الوقت الحالي. كارت اصفر تاني، لا اللي كان خد الانذار عفوا الاولاني هو علاء مسرحي، ايوه فعلا في الدقيقه 29، وبياخد انذار تاني دلوقتي في الدقيقه 54، وبيغادر علاء مسرحي. هو يعني شوف التدخل، لا تدخل قوي، مالكش حق تزعل يا علاء يعني، لكن خلاص قرار الحكم احتسب. وهنا تدخل كان قوي يعني، اعاقه وتعمد تدخل بقوه كده، اصطدام ركبه بركبه يعني، من القرارات القويه.